السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف حاجة ولا من خيال، حاجة اتكلمنا عنها كتير قبل كده، ألا وهو أنت تكتب بس تكست هنا وتقول له جنريت، وأنت تكتب بقى عايز مثلا فيلا بتلات أدوار كذا كذا كذا، تمام؟ يبدأ إن هو يعمل لك التصميم بتاعه، الفكرة بتاعتك أنت، بس مجرد إن أنت تقول له ويبدأ إن هو يعملها لك. يبدا يعمل لك بالشكل دوت، كمان ممكن تقول له انا عايز ميديم عايز هاي، فيبدا ان هو يعملها لك، بس بياخد شويه وقت. وهنا جايب لك الكي بتاعت الحاجه، ده الليفنج اريا، ده البيدروم، ده الكيتشن، الباثروم، الهولوي، وهكذا. طيب خلينا نكتب له كلمه تانية واقول له سبميت، ففي ثواني بيبدأ يعملك بالشكل دوت. تقدر تقول له انا عايز اعمل مثلا بالشكل دوت، اعمل لك الليفنج اريا والبيدروم والكيتشن، وتقدر تقول له طب انا عايزها 5 بيدروم، عايز 2 باثروم، زي ما انت عايز.